في تاريخ 15 فبراير، احفظوا التاريخ هذا زين يا جماعة خير، حيصير خبر مهم جدا في مجال العملات الرقمية يهمنا ويهمكم، وممكن والله أعلم أنه الأسعار كلها حتدحدر إلى الأسفل من جديد. تابعوا الفيديو الأخير حنتكلم عن الموضوع ذا، وأيضا زي ما عودتكم حنتكلم عن أخبار سوق العملات الرقمية بشكل سريع ومختصر. وتذكروا يا جماعة خير أنا لاني مستشار مالي ولا أي شيء من هالكلام، لذلك اقروا صندوق الوصف تحت. ويا جماعة خير اللي إلى الآن منكم ما فتح حساب مجاني في منصة إيفست، منصة معروفة للتداول في مجال العملات الرقمية ومجالات أخرى، الرابط عندكم تحت في صندوق الوصف، افتحوا الحساب مجاني، طقطقوا شوفوا نفسكم، والله يظل الأمور تمام كان بها تقدرون أنتم بعدها تتداولون عندهم على مسؤولاتكم الخاصة. هل تسعى لتعلم مهارات تداول جديدة؟ مرحبا بك في أكاديمية إيفست، حيث تكتشف أن الاستثمار الأفضل هو استثمارك في نفسك، والأروع أنها مجانية 100%. إيفست، الأرقام تحسم. طيب يا جماعة خير، البيتكوين وقت تصوير الفيديو مرتفع بنسبة 9.1% على مدى أسبوع، وقيمة البيتكوين هو 41,000 وشوي. طبعا أنا أنبهكم ونبه نفسي، ترى الخبر اللي في 15 فبراير اللي حنا فيه احتمال كبير ان الاسعار كلها تدحدر الى الاسفل، بس استنوا معي الحين بجيكم بالخبر. طبعا القيمه السوقيه للسوق ككل هي 1.9 تريليون دولار، يعني ترى مو ذاك الارتفاع الخنفشاري من مقارنه بالاسبوع اللي راح، كنا 1.8 و1.7. ففي كثيرين الان ناس جدد توهم داخلين في السوق متحمسين يشوفون الارتفاعات هذه، يدخلون يشترون على اسعار زي كذا وبعدها ممكن يطيح السوق. أنا ماني متشائم طبعا، ما أقول لكم لا تشترون ولا تتداولون، لكن اللي مؤمن في مجال العملات الرقمية دائما يشتري على الطيحات وينتظرها، وإذا ارتفع وطاح ما يخاف ولا يتردد ولا يأثر فيه، بالعكس هو جالس يجمع ويزود الكمية حقته ويسوي دولار كوست أفريجينج. تمام، خلونا ندخل في الأخبار بشكل سريع. أول خبر هو بخصوص السناتر الأمريكي لولاية تكساس، يقول أنه شرى بيتكوين بقيمة 50,000 دولار أمريكي، يعني أجين مو ذاك المبلغ الفلكي، بس أنه يبغى يوري الناس، لأنه دائم هو يتكلم في مجال العملات الرقمية والبيتكوين ومؤمن فيها، فيبغى يثبت للناس أنه ترى هو أيضا حاط فلوس، يعني put your money where your mouth is على قولتهم. هذا بالنسبة للخبر الأول يا جماعة خير. بالنسبة للخبر الثاني هو بخصوص الخزينة الأمريكية، الآن تفكر جديا أنها هي أيضا غير الأسيسي لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تدخل في مجال تشريع مجال العملات الرقمية، وبالأخص على موضوع الـ NFTs الـ Non-Fungible Tokens، الصور والأشياء الفنية اللي تنباع في المزادات على أسعار أعلى. الآن يلاحظوا أنه في مبالغ فلكية غريبة جدا، شاكين جدا أنه كثيرين ناس داخلة في موضوع غسيل الأموال. نعم ممكن يكون هالشيء هذا موجود، ولكن نتمنى أنه الضبط أو الضوابط اللي راح تنزل من عندهم ومن اللجان الأمريكية تكون تصب إن شاء الله في مجال فائدة المتداولين في العملات الرقمية. تمام، هذا الخبر الثاني يا جماعة الخير. الخبر الثالث هو بخصوص أنه الآن المشرعين في أمريكا جالسين يطالبون لجنة الضرائب في أمريكا أنها ما تفرض التاكسز والضرائب على الناس اللي يتداولون في مجال العملات الرقمية بأقل من 200 دولار، يعني فما يبون يفرضون عليهم ضرائب، اللي فوق 200 دولار لا عادي. يعني وش ذا القانون؟ ما أدري وش فايدته، ما فرق، يعني من بيتداول 200 دولار؟ نعم في ناس ما عندها فلوس ممكن، بس أغلب الناس فوق 200 دولار، يعني وش ذا الأفكار الغريبة الغبية اللي ما الأمها دخل. شيء ثاني والأهم أنه في تاريخ 15 فبراير الكونغرس الأمريكي حيعلن مذكرة أو نقاش فيما يخص المنافس الأول للدولار الأمريكي عندهم، اللي هو الستيبل كوين زي التذر أو USDT أو USDC والأشياء اللي زي كذا. فكلنا لازم ننتبه أنه الأخبار أساسا كلها سلبية من قبل أمريكا والمشرعين اللي عندهم، فبالغالب الدزة اللي حنا فيها هذه لا حد يتحمس، يوم 15 فبراير حيدحدر السوق مرة ثانية وننزل إلى يعني متوسط 35,000، والله أعلم ما حد يعرف طبعا. اكتبوا لي رأيكم تحت في التعليقات، خلونا نتشارك الأفكار ونعرف شو اللي صاير. الخبر الأخير يا جماعة خير، في كابل هندي اثنين أزواج تزوجوا ووثقوا زواجهم أو زواجهم عن طريق مجال العملات الرقمية وعن طريق الـ NFTs الـ Non-Fungible Tokens. الآن هذول هم الاثنين العرسان الحلوين، يعني موثقين الحب حقهم من خلال الـ NFTs الذي سيظل إلى الأبد. اكتبوا لي رأيكم تحت يا جماعة الخير. هذا كان الفيديو، الله يعافيكم، لا تنسون دعم القناة باللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل جرس التنبيهات عساس تجيكم فيديوهات أول بأول. الرابط عندكم تحت في صندوق الوصف لمنصة إيفست، تقدرون تفتحون الحساب المجاني وبراحتكم جربوا شوفوا، والله إذا جازت لكم الأمور كان بها، إذا ما حبيتوا أنتوا أحرار. نشوفكم إن شاء الله فيديوهات قريبة، سلام. هل أنت مستعد لثورة العملات الافتراضية؟ إذا كنت تتداول بالعملات الأجنبية فإنك ستحب التداول بالعملات الافتراضية مثل بيتكوين،
عند اختيارك من 8 أزواج من العملات الافتراضية، هل ستقرر التداول صعوداً أم هبوطاً؟